العريس يحط العريس على دماغ العريس مطابخ ومعاطف، ويجي العيد الكبير ما كانش يدخل على حماته وفي يده ذو قرنين تقول له مش هكمل الجوازه يا بنتي، ما تستعيش منك خروف يا ست، بطلي مهما الحاله مش حاله دكه يعني ما تستحملش. ده جواز ايه؟ ده جواز ايه ده لغايه ما يزهق؟ وبعدين بعد الجواز يغيب داخل في شوط من الاقصار، كل شهر قسط سجاده وقسط نجفه وقسط ثلاجه، نص المرتب اقصار، يجي يلقى الله وعليه لسه 100 قسط. وملك الموت يقول له تعالى يا اخويا، يقول له علي اقصار، يقول له ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ويموت مدينا والحبيب عليه الصلاه والسلام حذر من دين الميت، فقال نفس الميت معلقه بدينه حتى يقضى. ولذلك شوف النبي بيصور المساله دي ازاي. النبي جت جنازه قدام النبي، النبي سال الميت ده عليه دين؟ قالوا له عليه دين يا رسول الله. عليه قد ايه؟ قالوا عليه درهمين. النبي هتصلوا عليه انتوا؟ النبي ما كانش بيصلي على المدينه الاول، لغاية ربنا ما وسع الأرزاق فكان النبي يسأل عن المدينة عليه دين؟ إذا قال لا ما علاقوش يصلي النبي. قالوا عليه دين، النبي سد الدين ومن معاه هو، من مع النبي وصلى عليه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فسأل فلان ده عليه دين؟ قالوا عليه درهمين. النبي صلوا عليه انتوا. فواحد اسمه ابو قتاده من الصحابه قال له صلي عليه يا رسول الله وانا كفيل بالدرهمين. ما هو مش عايزين صلاه النبي تفوته، لان الميت اللي النبي صلى عليه تعتبر صلاه النبي عليه شفاعه يوم القيامه. صلي على النبي، صلي على النبي شفاعه، لانه بيقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. ده النبي اللي بيقول، ودعوه النبي دي عباره عن دعوه مسجله بعلم وصول تفتح لها ابواب السماء، لانها صاعده من قلب النبي الطاهر الى رب العالمين القادر. فابو قتاده قال له يا نبي صلى عليه وانا الدرهمين حسدته. خلاص دي كلمه شر. الصحابي لما قال للنبي محمد انا كفيل بالدرهمين، النبي صلى. وبعد ما صلى فات كم يوم والنبي فقابل ابو قتاده قال له هل اديت عنه دينا؟ شوف النبي مهتم بايه؟ كل حق من حقوق العباد. يعني كان يقدر النبي يسدد ولا ما يسددش النبي ماله؟ انما النبي لما كان يصدر قرار كان يعمل عمليه متابعه. انت سددت الدين اللي كان على اخوك اللي مات؟ قال له نعم يا رسول الله. شوف النبي بقى قال له ايه؟ قال له الان قد بردت عليه جلدته. جلده كان بيخلي. شوف جلده كان حامي عليه فرقاب. لما انت سددت الدرهمين عنه الله برد عليه جلده ارتاح. شفتها بقى لما يبقى واحد عنده ارتكاليا وعمال نازل هرش بايديها وعنده بتاع اسمها السمية دي المرض الجلدي وعمال يفلت في جلده وبعدين ينتهي المرهم يؤدي لهذا الشيء. فالدين يا اخوانا من اكثر المسؤوليات امام الله. بعدين النبي يقول تأتي على أمتي أيام يكون هلاك الرجل فيه بسبب أهله. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني إيه يا حبيب الله؟ سمعوني الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. يقول النبي
هتيجي ايام على الناس الراجل يهلك بسبب اهله بسبب مراته. ليه؟ تكلفه ما لا يطيق فيمد يده للحرام فيتردى في مراد الهلاك. نفس الحاله اللي الناس ماشيه بيها النهارده. ما فيش جواز الا اذا كان فيه سجاد وفيه نجف وفيه ثلاجات وفيه مطبخ اديان وهم عارفين ان حاله الزوج لا تسمح بهذا فيضطر يمد ايده للحرام. روح يا فلان اصرف السيك ابو 100 جنيه اللي هو مزود على المية حرف سين وتي تبقى 600 جنيه. يضرب ال 500 بجيبه ويودي المية للمصلحة ولا بد يوما ان يكشف امره يدخل السجن. ولذلك شوف القاعدة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرا عرف قدر نفسه. وبيقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتنفع السجادة بإيه إذا ساءت العلاقة بين الزوجين؟ النجفة تنفع بإيه إذا وقع الشجار بين الزوجين؟ ثلاجة تنفع بإيه لو كانت النيات سيئة؟ فلذلك شوف سيدنا النبي محمد عرف لك الكلام. جت السيدة فاطمة بنته قالت له عايز أقدم لك حاجة ويدور الراحة ويشيل الميه ويبني في البيت. كانت بتكنس وبتدور الراحة وتشيل قربة المية على صدرها. مين ريحانة رسول الله؟ ريحانة النبي. تقوم من تطوير الراحة تكنس البيت. تقوم من كنيس البيت تملى قربة المية. بنت النبي محمد. بنت سيدنا النبي. الذي رفع الله ذكره وشرح صدره وجعله خير خلقه. يقول سيدنا النبي يقول لها اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي بعمل أهلك فإذا أويت إلى فراشك تقولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها. فتقول فاطمة رضيت بالله ورسوله وعاشت مع علي عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. أسأل الله العلي العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا.